لك عنه. أبا عليك خالي جايب لك ريوق، مو بس الريوق قبل، ريوق هالجمن هذا. شنو عيب؟ أنت أصفر أصفر، الحين أعلمك شنو الريوق اللي جايب لك. تعال تعال زين تعال، جايب ايش قاعد تسوي؟ هذا ريوق الحين؟ ايه ريوقي. ريوق الزمن؟ ايه مال زين. تعال تعال ما يتخدر الشاي، تعال ايش داخل؟ شنو خالي؟ ريوق الزمن هذا. والله؟ والله مو زمان قبل. زين وين الريوق الحين؟ اصبر شوي الحين اوريك انا. نحن خلي يسوي. ايه. ريوق الزمن كذي ها؟ ايه ريوق الزمن هذا. قلت لي عازمك على ريوق. ابا عليك. ريوق شوف هذا، هذا ريوق الزمن هذا. ايه. والله شي ريوق الزمن خالي؟ ايه. والله؟ يا ابو شغل عدل منية. الله يفتح هذا محل مال يقول تشرب قهوة في المنية. بس انا اقول لك صاحب المحل ما له شغل. شر على الناس اللي يروحون قاضبين ساتول من اول الى اخره. شو قاضبين شنو؟ قاضبين الساتول. ساتول؟ ايه. عمل الساتول. والله العظيم عيب والله يا خالي، والله يبا المنية حق الاهالي الصغار مو حق الكبار. انت ليش تبتك ما يشربون ممية؟ لا لا ايه لا الكبار ما يصير انا اشرب ممية؟ انت؟ ايه انت توقع يصير ما يصير حقيقة ما تسأل ويك والله العظيم ما يصير ما يصير ما يصير اسف اسف ما يصير اي انا قاعد اقول لك ما يصير حقيقة كبار حق الاهالي صغار زين حقيقة والله ما طلبات من الساعة 7 الصبح للساعة 3 طلبات جو وطلبات وكارنج، وإذا تم تستلم من محل نفسه لثلاث ونص. اكيد يبيع. خالي عطني تلفونك بدق. على منو؟ بدق على هذا التلفون يطفى ما ادري ايش فيه. متحرش الناس. اي ناس عطني خالي اي ناس. كل خراق. مشكور. ما اعرف. الله يسلمك. احنا وين الحين بالضبط؟ احنا بالطريق الحين طفنا القريب. ايش كثر من اللي شاله؟ يبينا الساعة الا ربع. خالي راح يصير حظر. شنو حظر؟ تو الناس يبا الساعة 3 الحين. من الساعة 3؟ باقي ساعتين يبا باقي ساعتين. يبا الساعة 4:40 الحين. يبا ساعتي أصلية هذه. يبا أنا ساعتي أصلية توني ماخذها. ما أنا أصلية ما تأخر ولا دقيقة. خلاص أنت ساعتك صح؟ إي صح. وأنا ساعتي صح؟ إي. دق على الساعة وتأكد. يلا. الله. ساعة 5 إلا ربع. إيش قاعد أقول لك؟ خالي ما يمدينا ربع ساعة. شلون تقول ساعتي صح خالي؟ والله الماضي ورب الكعبة خالي والله وهكنا، ليش قاعد تقول لي من اليوم تو الناس تو الناس؟ انا دراني انا اساسي ساعتي هذه متاخره، اما مال التليفون صح يا عدل خالي والله وهكنا خالي شنو تسوي؟ يبا شلون؟ والله العظيم انا قلت قصيتي ايش بتسوي؟ خالي وقصيتي ايه وقحبيتي عدل ايه العلمي هذا ايه عدل ولا وصار لنا ست تعبان كلش، واذا يجينا عندنا نقاط تفتيش اقول له يبالي تعبان كل شرح ما عليك بروح المستوصف. يقول ماكو مستوصف. اقول بل اكو مستوصف هناك في بخيران. انا بروحي رايح على المستوصف هذا خالي. خلاص يسامحوني يقول له روح. والله؟ والله يا جماعه عرفتوا ان خالي ممثل؟ لا 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 ما ممثل. يا جماعه يا جماعه اللي يا جماعه اللي لا لا اللي صيد الخال ترى ممثل عمر. لا 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 خالي خالي ايش كيف باقي خالي؟ خالي
ساعتك خربانة يا الله يا قلبي، ما حد ضيعنا إلا ساعتك يا خالي. خالي باقي 4 دقايق. خالي والله ما حد ضيعنا إلا ساعتك وربك. خالي يعني شو أسوي يعني؟ شو راني يعني ثاني ساعتي واقفة؟ إي خالي يعني. أوه خالي دورية ورانا، دورية تسند تسند تسند. دايماً والله تسند، دورية ورانا. وقف وقف. تسند 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 تسند. سند سند والله بليتنا بلوى خالي. خالي لا تنزل لا تنزل وما يبرع مين. اوكي اوكي خيم صوبك شكا. لا خالي لا تفرح يا حبيبي. شنو يا حلال؟ والله ما تفرح. ما افضل اذا صادوني شو بيصير فيه؟ أول ما يصفطك يصكك طراق. لا ليش أنا بايز؟ السلام عليكم يا جماعة، توني دشيت جمعية وأشوف الناس يعني كنا باكر آخر يوم بالدنيا. والله كل واحد ماسك عربانتين ويدز ويدز شرف ياخذ ويخمط ويحط، والثاني كنا سباق بينه وبين واحد قاعد يتسابقون من يحط أكثر. فأنا نقطتي يا جماعة، اللي يروح الجمعية تبي أغراض حجر أوكي وكل شيء ماكو مشكلة، حضر يمكن 12 ساعة أو أكثر هم ماكو مشكلة، بس أنت لما تجي جمعية أخذ الشيء اللي أنت تحتاجه أنت ويا أهلك، لا تأخذ شيء زود. يعني خل باقي الناس اللي تهي الجمعية تحصل الشيء اللي تبيه أنت. أوكي أدري أنك بتدفع، أدري أنه بفلوسك، أدري أنه كل شيء ندري فيه، بس خل مجال حق غيرك هم يمكن محتاج هالشيء اكثر منك انت. يعني مثال انت لا تاخذ شغله شغلتين، انت ماخذ طاق لك 10 منه، انت ما تحتاج، تحتاج 2-3 من الشغله. انا ما بتكلم عن شيء معين يعني على سبيل المثال، فخل شيء حق اللي محتاج اكثر منك هو ياخذ، هم هو ما يبي يبوقه هم يدفع فلوس، بس الفكره عشان توصل ان اخذ على قدك، لا تاخذ شيء زود، خل مجال حق غيرك. يعطيكم العافيه. انت تبي بتحداك تعدي شنو؟ بس دقيقه خل عند الشعر بيني وبينك، بس العطر اللي حاطه صدي ما يغلى عليك حبيبي. شوف انا بوريك ساعتين ايه؟ كم المشاهدات عندي. قول حلو حلو. وبلعب لعبه مع المشاهير، ايش رايك؟ يلا. شنو تقول اللعبه؟ شنو تقعد؟ جايك داخل جايك. شوف اللعبة شو تقول الحين. شوف 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 المشاهدات، شوف هذا. ها شوف كم مشاهدات. نقلب الكاميرا، اقلب اقلب كذي. ايوه شوف كم المشاهدات. 244,000. شوف كلهم مشتركون. ها شوف هني كلهم مشتركون. ايه شوف صح. اقلب اقلب الكاميرا. بساعتين 250,000. قول حلو. إذا في مشهور صور لي 24 ساعة عنده 200,000، ها؟ تصريح كبير. بعضي حكي إذا في مشهور واحد لمدة 24 ساعة صور عنده 150,000، بعطيه 50,000 مني أنا. والله تصريح كبير التيم. يعني التيم تعال نقدر نقول إن كل دروغ اللي يشوفه. شفت النجمة الحين؟ إيه. صارت أرخص من صمونة في الأرض. Ha ha ha!